صرف القلم عن الكتابة في رثاء الرجل الفارس الخلوق المتواضع البار بأهله وعمله، كان الوفاء وقيم الأخلاق والمعاملة الحسنة لكل المحيطين به سمة في شخصية الراحل العمري فاروق وزير الرياضة الأسبق ونائب رئيس النادي الأهلي، الفارس الذي رحل في صمت إلى جوار ربه تاركا سيرة عطرة وطيبة بكل معاني المحبة. وفي لمسة وفاء لأهل العطاء أقام النادي الأهلي اليوم برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة حفل تأبين للعمري فاروق الذي رحل عن عالمنا يوم 26 من شهر يناير الماضي بعد تعرضه لأزمة صحية، بحضور كبار المسؤولين في الرياضة المصرية وعدد كبير من قيادات مسؤولة وشخصيات رياضية ورؤساء أندية وعدد كبير من محبيه. الراحل العمري فاروق هو الغائب الحاضر في جميع محافل القلعة الحمراء والذي لا تغيب صورته عن أي بطولة تتوج بها الفرق الرياضية لما يحملونه من حب وتقدير له، والذي ثمن أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي العريق دوره الذي قدم عطاءه الكبير وإخلاصه اللامحدود على مدار سنوات طويلة كان خلالها أنموذجا للمسؤول العاشق لوطنه وناديه. أقيم حفل التأبين في صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي في الجزيرة، وتمت إزاحة الستار عن تمثال الوزير الراحل ووضعه في المكان المخصص له داخل المبنى الإداري الجديد الذي يضم مبنى الإدارات كافة ومبنى الاسكواش تخليدا لذكراه العطرة. كان الراحل كنهر دافق فياض بالمحبة والعطاء، عمل بأمانة وإخلاص، واليوم نحصد ثمار ما زرع.